في إطار دعم جهود منظومة مكافحة وباء كوفيد-19 يتنزل تسليم بعض التجهيزات لصالح شبكة التبريد الوطنية، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمعدات حوالي 32 مليون أوقية جديدة مقدمة من طرف الحكومة اليابانية من أجل ضمان سلامة التخزين والتعامل مع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد. نتسلم اليوم في إطار التعاون بين بلادنا ودولة اليابان الصديقة مجموعة من المواد والمعدات الطبية تتمثل ب 55 ثلاجة، من بينها 25 تعمل بطاقة شمسية، و10 ثلاجات عالية التبريد، و3 مولدات، و100 مبرد، و300 حامل للقاح، إضافة إلى غرفة تبريد بسعة 30 متر مكعب من المتوقع وصولها قريبا. وتستفيد أزيد من 40 منشأة صحية بين المكسوط وخارجه من هذا الدعم الذي دأبت حكومة اليابان على تقديمه لبلادنا. في إطار المكافحة هذه الجائحة قامت اليابان بمنح مليار دولار لصالح آلية كوفاكس، وأهنئ الأصدقاء الموريتانيين على جهودهم في سبيل توفير لقاحات بفضل هذه المساهمة. من جهة أخرى، أود التأكيد على أن سلسلة تبريد التي تحقق توزيع لقاحات مع الحفاظ على فعاليتها ودرجات حرارتها المناسبة. بدوره السيد مارك ليسي ممثل اليونيسف ببلادنا أكد أهمية هذه المستلزمات التي ستعزز من نظام سلسلة التبريد الوطنية، مشيدا بجهود السلطات الموريتانية في مجال التصدي لوباء كورونا المستجد. ومن شأن هذه التجهيزات أن تساهم في دعم التدابير المتعلقة بحملة التلقيح ضد وباء كوفيد-19، وكذا دعم حملات التلقيح الأخرى ضد الأمراض المعدية.